اتوقعها مصر يخسرون فرق اثنين. اوف مصر يخسر. مصر فريق على فكره مصر يمكن تنتهي ثلاث مباريات يمكن ما يقول. اوه انا بالفريق تكتيك يعني حاجه كبير هذا اللي شايفه لهم. اتمنى كلامي غلط يعني. التكتيك المدرب بالتسعين دقيقة تشوف له يمكن هجم ثلاث أربع هجمات بالكثير. ما في هجمات. فعارف. هذا وين؟ هذا وين؟ الفريق المنتخب المصري. في المباراة الودية. خلاص المباراة الودية. المباراة الودية. ما السعودية سوى كل شيء المباراة الودية. المباراة الودية المباراة اللي لعبها بأفريقيا. حتى ترى بأفريقيا. إيه حتى بأفريقيا شنو النتائج؟ شوف ترى. يفوز واحد يتعادل ياخذ له هني المجموعة الثانية تخسر تفيده. فالفريق المصري أنا شايفه. الثلاث مباريات يركب الباص والطيارة اليوم فيها ويردون. يعني المنتخب السعودي راح يلقى فريق ثاني معاه لا يعلقون على بعض ولا على شيء. خلنا هذه إمكانياتنا وهذا الوضع. الكرة العربية لا يصير عندنا نفكر. زعلت المصريين يا أبو. لا ما نبي نجاملهم. شاري. تفتح التلفزيون 24 على فكرة الجمهور المصري محمل اللاعبين ضغط نفسي على فكرة 24 ساعة تبطل القنوات المصرية. معكم ممثل معكم مسلسل كل على المنتخب. هذا وضع سل الفتره على الاعلام بس هذا حمل ميديا. انت الحين الشعب المصري الحين متفائل ان المنتخب يجيب له كاس العالم. لا 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 لا, 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 لا النظره اللي قاعد نشوفها. متفائل اقول لك شيء احنا اللي نشوفه بس هم راح يشوفون واقع. لازم يصيرون واقعيين ان تكتيك المدرب كل مبارياته تفكيره دفاعي تسكير انه على الاقل يطلع باقل خسائر. اقول لك عقب صلاح مو متفائلين بس عقب اصابه صلاح واضح. لا طيب. صلاح مؤثر. بو بدر توقعاتك كلكم تسولفوا عن مصر الظاهر خلص لعبه. انا اتمنى ان مصر يفوزوا اليوم ان شاء الله بس الواقع غير. بالواقع الواقع غير صراحه. يعني المباراه التجريبيه يعني انا شفتها يعني انتبهت لها وضع الفريق سيء وضعه. يعني واحد يقول لي اذا رد صلاح بروحه يعني واحد بروحه ايش بيسوي. طريقه اللعب الفريق فريق يدافع في 18 مشكله ما في شيء يعني ما شفنا شيء في ما شفنا شيء. اللعبات التجريبيه كلها ما في شيء. لاعبين كبار في السن حتى بس طيب. لاعبين كبار في السن صراحه. اوكي بو محمد انا اتوقع الاوروغواي انا شاركه بالنتيجه تقريبا 2-0 3-1 يعني حتى واحد بعد وان شاء الله يعني اتوقع يكون في غير محله. المغرب ان شاء الله واتوقع البرتغال تستغل الوضع. المغرب يفوز الوضع الاسباني. المغرب يفوز ان شاء الله. ان شاء الله المغرب 1-0 المغرب 17-18 والبرتغال والتعادل 1-1. لا اتوقع البرتغال تستغل الوضع الاسباني اتوقع. ولا أتوقع. والله شوف انا اتفق مع المشاري بجزئيه ان اليوم الشارع الرياضي في مصر قاعد يحمل اللاعبين وطموحهم وايد يعني بعيد. واعتقد المنتخب المصري يمكن يعني مو بالمنتخب يمكن انا وجهه نظري المنتخب 90 كان اقوى من هالمنتخب بمراحل. اليوم يمكن البعد عن كاس العالم هالمده من 90 لهالفتره هذا عطى طموح كبير حق الشارع الرياضي المصري. انا اشوف يعني مستوى اللاعبين من خلال المباريات الوديه يعني حتى في مبارياتهم اللي لعبوها في كاس في الملحق او التاهل عفوا لكاس العالم ما كان الفريق القوي اللي يحسسك بقيمة الفريق المصري. نعم. فأعتقد فريق متواضع. بما يتعلق منتخب المغرب يمكن المنتخب الوحيد اللي احنا كعرب نعول عليه ممكن يقدم شيء ممكن انه يعمل شيء في المجموعة ممكن انه يتأهل. واعتقد اليوم انا ممكن قاعد اقول صعبة ترى يعني بالنهاية مجموعته صعبة المغرب. اي بس مو صعب عليه تونس مجموعته شوي ممكن اي بس انا لاعبين مميزين عندهم من خلال المباريات يعني صعبه يعني المجموعه نفسها ساعات في فرق اي بس يفوقونك مهما تكون انت بالضبط وضعك بالضبط في فرق المنتخب المغربي يعني ما قدمه صراحه يعني ممكن انه يعمل لنا شيء ممكن انه يقدم مستوى اتوقع الفوز له خصوصا اذا خصوصا المباراه الاولى ترى مسعود ترى نسبه التاهل من 5 نقط الى 6 نقط انت متاهل يعني نعم. يعني تفوز لعبه وتتعادل لعبتين انت ممكن لا ابو عايشه لما تفوز ترى لما تفوز على الفريق الايراني تفوز لعبه لا ابو عايشه لما تفوز المباراه الاولى تتعادل لعبه وتفوز لا لما تفوز المباراه الاولى تتغير طبعا طبعا والمباراه الاخيره طبعا هي مباراه اليوم يعني هي المباراه نعم. اعتقد المباريات اللي راح تكون منتظره انا اتوقع ما ياثر فيها تغيير المدرب
لا 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 لان هي كان مساعد قالوا في مشاكل زين ما قالوا في مشاكل لا لا يقولون لا لا شوف يقولون ان اللي يحبون لوبتيغي خاصه يعني لاعبين ريال اي بس ما شلته بالتوقيت صعبه شلته وقد تكون هذه احيانا تكون عامل ايجابي عامل ايجابي انا اتوقع المنتخب الاسباني راح يتغلب 3-0 طيب يا رب راح نبيها اروح لفاصل وبعد ذلك